وجبة فطار أو عشاء مش هتاخد منك دقيقتين من غير تخمير، مليانة بروتين ومليانة خضروات كمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واغفر اللهم لأبي وأمي وأمة المسلمين أجمعين. أهلا بيكم، النهاردة كده هنعمل حاجة خفيفة وجميلة ومليانة بروتين ومليانة جبنة لعشاق الجبنة، حاجة تحفة. اتفضلوا معانا. بيضتين، وانا هاخد معاهم بدل الملح والفلفل هحط من الملح المبهر بتاعي اللي كنا عاملينه قبل كده مع بعض. هقلبهم كويس، معلقة واحدة من الدقيق، ومعلقة من اللبن، ممكن تحطي معلقتين. كده بقى جاهز. طاسه غير لاصقه على النار، واحط فيها مكعب من الزبده، لازم يدوب خالص، ممكن تحتاجي اقل. انا فعلا حاسه ان انا حطيت مكعب كبير، باخد مكعب مش هاخده كله. وطي النار عليها وغطيها. اول ما اتاكد ان الاطراف بتاعتي كده شمعت هبدا احط الرصه بتاعتي، ودي حاجه اختياريه. انا هحط جبنه موتزاريلا. الوجبه دي بسيطه وسهله جدا، مش بتاخد وقت ومش محتاجه تخمير، اي حد جعان هيقوم يعملها حالا. زي ما انت شايفة انا حطيت فلفل رومي الوان وشرايح بصل احمر وفلفل حار، احط كمان شرايح من الجبنة الرومي. حبة موتزاريلا كمان، لان هما دول اللي هيخلوا الجزئين بتوع الساندوتش بتاعي ماسكين في بعض. بس كده، وهنقلب تاني عليه. قادرة اقول لكم بقى على الريحة اللي طالعة، حاجة شهية جدا جدا جدا. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها وتعجبكم. هي مش اختراع، هي بيض اومليت وبالحشوة، بس فعلا شكله بالطريقة دي جميل جدا جدا جدا. جبنة فيه عاملة شغل جامد قوي، والخضار خلى قيمته الغذائية مرتفعة. ممكن تبدلي الدقيق الابيض بدقيق اسمر او دقيق شوفان زي ما يعجبك، بس بجد جربوها هتلاقيها عيش الجبنة الموتزاريلا. واو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واستنونا في فيديوهات. ونادي كل الستات، كنت معاكم مروة حماد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحبكم في الله.